المايند مابس واحده من انجح الاستادي تكنيكس اللي استخدمتها في المذاكره، وساعدتني كتير جدا في اني اعدي عدد لا يحصى من الامتحانات والكويزات سواء كان في الكليه او في المعادله اليو اس ام لي ستيب 1 واللي هي واحده من اصعب الامتحانات على وجه الارض. بمناسبه ان احنا نتكلم النهارده عن المايند مابس، فانا عامل لكم مفاجاه صغيره كده في اخر الفيديو. معاكم دكتور مليك، ويلا بينا نعرف اهميه المايند مابس وازاي تعملها بشكل صحيح وتستخدمها عشان تديك اقصى فايده. بعد ما الواحد خلص ثانويه عامه وبدا الكليه وهو بيدور على اكتر طريقه افيشنت يذاكر بيها بحيث تختصر عليه وقت ومجهود كبير جدا، وفي نفس الوقت يطلع بفايده وبفهم عميق للمواد اللي هو بيدرسها ويجيب الدرجات اللي هو يتمناها، بس من غير ما يضطر يضحي بحياته الشخصيه كامله في سبيل ان هو يوصل للدرجات دي، غير طبعا زنقه الامتحانات اللي بتجبرك ان انت تتصرف وتنجز في اسرع وقت ممكن. والحقيقه انا جربت طرق كتير جدا في المذاكره، زي انك تقرا الكتاب كذا مره، وجربت اخد نوتس بشكل عادي، وجربت برده الانكي كاردز لوحدها منفصله، وبعد تجارب كتير جدا اكتشفت ان مفيش طريقه لوحدها صح، بس كل حاجه ليها استخدام معين، فانت اما توظفها في استخدامها بشكل صحيح هتوفر على نفسك وقت كبير جدا. فانا جاي اقول لك خلاصه خبرتي بعد 6 سنين مذاكره في كليه الطب و3 سنين مذاكره للمعادله الامريكيه اليو اس ام لي ستيب 1، واللي كميه المعلومات فيها كبيره جدا بشكل كان يستحيل ان انت تذاكره بالطرق التقليديه اللي كنا بنذاكر فيها سواء في ثانويه عامه او في الكليه. ومن هنا اكتشفت المايند مابس، واكتشفت ان مخ الانسان اصلا بيحفظ الصور مش الكلمات. فيعني مثلا لو قلت لك غمض عينك دلوقتي واسمع الكلام اللي انا هقوله لك، وقلت لك مثلا شجره، فانت هيجي في مخيلتك شكل شجره، مش هيجي حروف كلمه شجره في دماغك. وكذلك لو قلت لك مثلا عربيه هيجي شكل عربيه، مش هتيجي حروف كلمه عربيه. فمخ الانسان مبرمج ان هو يحفظ الصور مش الحروف او الكلمات. فانت ازاي بقى تستغل النقطه دي عشان تسهل على نفسك المذاكره؟ عن طريق ان انت تعمل مخطط بصري للمنهج بشكل عام او للموضوع اللي انت بتذاكره، وده بيديك مميزات كتير جدا. اول حاجه ان انت بتاخد اوفر فيو او بيرد فيو من فوق كده على المنهج بشكل كامل، ممكن تلاحظ ترابطات ما بين المعلومات وبعضها انت ما كنتش هتلاحظها من غير ما الصوره الكبيره تكون واضحه قدامك، وده بيساعدك في الديب اندرستاندنج او ان انت تفهم بعمق اكبر المعلومات اللي انت بتذاكرها. فانت استفدت ان انت سرعت عمليه الفهم، وفي نفس الوقت سرعت عمليه المراجعه، لان انت مجرد ما هتبص للمايند ماب اللي انت عملتها هتفتكر كل الديتيلز اللي انت محتاج تفتكرها، زائد ان انت برضو بتفتكر الثوت بروسيس او حبل الافكار وانت بتعمل المايند ماب دي كنت بتفكر في ايه، وده هيضاعف استيعابك وهيقلل المجهود اللي انت بتبذله في ان انت تذاكر. زائد كمان الموضوع بيكون ممتع ان انت تشوف الثوت بروسيس بتاعتك كامله، وتطلع اللينكس او الروابط بين المعلومات، وتفهم الحاجه بشكل عميق. زائد ان في الاخر لو انت بتعمل المايند ماب بضمير شويه وخليت شكلها جمالي، ده بيديك برضو في الاخر شويه دوبامين كده ان انت عملت لوحه فنيه جميله. وبالنسبه لي انا كشخص بيحب الرسم، فدي كانت حاجه بتديني سعاده كمان فوق فكره ان انا جاست بذاكر او بعمل شيء ممل يعني. طيب ايه هي افضل طريقه اعمل بيها المايند مابس؟ في طرق كتير جدا تعمل بيها المايند مابس، فانا هقول لك على كام طريقه منهم كده، وبعدين انت تختار الانسب ليك، وانا برضو هعمل لك سوجيشن كده او هقول لك ايه الافضل من وجهه نظري انا. اول طريقه ان انت وانت بتذاكر بتكتب الملاحظات بتاعتك على طول بشكل مختصر في شكل مايند ماب على طول من المحاضره. الطريقه الثانيه ان انت بعد ما بتخلص المحاضره بتبص في السورس اللي انت هتذاكر منه وتكتب العناوين الرئيسيه وتبدا تملى الديتيلز واحده واحده. وفي الطريقه الثالثه وهي انك بعد ما تخلص مذاكره او قراءه الموضوع كله بتقفل الكتاب وترسم انت مايند ماب من دماغك، تحط فيها اهم الحاجات اللي انت استفدتها من المحاضره او من الموضوع اللي انت ذاكرته. من وجهه نظري احسن طريقه هي الطريقه الاخيره، ان انت هتسمع كل المحاضره وتقراها من السورس او الكتاب اللي انت بتذاكر منه، وبعد كده هتقفل الكتاب وتبدا تكتب العناوين الرئيسيه. اول مره او اول راوند انت هتكتب بس العناوين، كان في شجره انت هتطلع الاول بالجذوع بتاعه الشجره، وبعد كده هنبدا نحط الاوراق او الديتيلز واحده واحده على مراحل. يعني كانت اول مذاكره ليا للموضوع دوت مثلا، انا هكتب العناوين الرئيسيه وبعض الديتيلز البسيطه اللي انا فاكرها من ايه من اول مره. تاني مره هقرا الموضوع هيبان لي شويه ديتيلز محتاجه تتزود في المايند ماب. المايند ماب هو مشروع مكمل معاك لحد الامتحان، انت كل ما هتلاقي حته مهمه او حاجه تستاهل انها تتحط في المايند ماب هتحطها كورقه شجر زياده، ودي ليها ميزه كبيره جدا وهي انك هتخليك تركز في الاساسيات قبل الفرعيات. ودي غلطه انا كنت وقعت فيها في سنه اولى وانا بدرس ماده التشريح، كنت بركز جدا في الديتيلز من غير ما اعرف العنوان اللي انا بذاكر فيه، فكانت المحصله ان ببقى عارف معلومات كتير جدا بس غير منظمه ففايدتها صفر، وحرفيا في الامتحان اما بيجي يسالك بيسالك على العنوان، فلو انت مش رابط العنوان بالديتيلز اللي انت عارفها فالديتيلز اللي انت عارفها دي ولا ليها اي لازمه. ودي حاجه انا اتعلمتها ذا هارد واي، اصلا العناوين هي المفروض تاخد منك التركيز الاكبر، ما يغرقش كتر الديتيلز في ماده مثلا زي التشريح فيها تفاصيل كتير جدا انت ممكن تغرق فيها وتنسى انت
الموضوع اللي انت بتتكلم عنه ايه اصلا. المايند مابس هتساعدك انك تركز على النقاط الرئيسية الاول، وبعد كده تضيف الديتيلز اللي ممكن لو اتنسى حبة منها ما يبقوش مشكلة، لكن الجذوع الاساسية اللي قايم عليها الشجرة لازم تكون هي اللي قوية عندك. طيب ايه هي اهم الحاجات اللي ناخد بالنا منها واحنا بنعمل المايند مابس؟ اول حاجه ناخد بالنا من ان احنا بنبني الاول اصل الشجره او الجذر بتاع الشجره اللي هي الافكار الاساسيه اللي في الموضوع. فمهم جدا انك تحدد الافكار الاساسيه والعناوين المهمه في الموضوع اللي انت هتبدا تعمل عنه مايند ماب. ثاني حاجه هتحدد العلاقات ما بين العناوين دي، وده هيسهل عليك انك تفهم الموضوع بشكل اعمق. ثالث حاجه انك هتبسط المفاهيم والمصطلحات المعقده بان انت تعمل لها فيجوال ريبريزنتيشن او تمثلها تمثيل بصري، اللي هو تعمل لها رموز تعبر عنها بشكل ابسط لما تيجي تراجعها تفتكرها بسهوله. رابع حاجه تخلي الثوت بروسيس او حبل افكارك واضح عشان تقدر تسترجع كل ده مجرد ما تبص للصفحه تاني، فتفتكر انت كنت ساعتها الثوت بروسيس او تفكيرك او حبل افكارك كان ماشي ازاي. وعشان اوضح لكم النقاط اللي انا قلتها من شويه، خلينا ناخد مثال بسيط. دي مثلا مايند ماب انا عملتها لما كنت بذاكر بايوكيمستري عشان اخلي قدام عيني او اشوف بنظره البيرد فيو كل الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات في الجسم. زي ما انت شايف كده انا حطيت كل المعادلات بتاعت الكربوهيدرات ميتابوليزم في رسمة بسيطة، وحاولت اوضح من الاماكن اللي بيتم فيها البروسيسنج بتاعت المولوكيولز دي، سواء كان مثلا في الليفر زي هنا او كان مثلا في الميتوكوندريا زي هنا، وطبعا دي الكريبس سايكل الشهيرة. فكل الكلام ده انا بفتكره بس بمجرد ان انا ابص للمايند ماب دي، واللي بتكون دايما حاضرة في ذهني في الامتحان ويعرفني الدنيا ماشية ازاي. وده يبين لك قد ايه سبحان الله الانسان كائن معقد جدا، وكل حاجة مظبوطة، ان الطاقة جسم الانسان تتوزع بشكل عجيب. فالمايند ماب دي بيتوفر فيها الشروط اللي احنا قلناها من شويه، وهي انها ملخصه ما فيهاش اوفر ديتيلز، في نفس الوقت لمالي اكتر من موضوع، يعني مثلا الجلوكوز ميتابوليزم والفركتوز ميتابوليزم والجليسرالدهايد والكريبس سايكل، كل ده ملموم في الصفحه دي، بحيث ان انا اشوف اوفر فيو كل الكربوهيدرات ميتابوليزم في صفحه واحده. يعني الصفحه دي انا اشتغلت عليها كتير جدا عشان تطلع بالشكل ده وبالتلخيص ده. وعندك دي برده واحده من اهم الصفحات اللي ملخصه تقريبا كل الباثويز اللي في البايوكيمستري كلها في ستيب 1. هي بان معقده في الاول، بس هي حرفيا اختصرت عليها كتير جدا، انها كانت مرتبه الديزيزز بتاعه البايوكيمستري، زي مثلا الاوروتيك اسيديوريا، الجي 6 بي دي ديفيشنسي، ليش نهان سيندروم، كل الامراض دي واماكنها في المعادلات في البايوكيمستري، وشايل اي حاجه غير ضروريه او اي باثوي غير ضروري ما لهوش مرض مش مهم بالنسبه لك في البايوكيمستري. مثلا دي صفحه عبقريه جدا، صحيح مش انا اللي عاملها بس استفدت منها كتير جدا في مذاكرتي. ودي فكره البيرد فيو او الايه اللي هو الاوفر فيو، انك تشوف المنهج كله بالعرض. طب ايه هي الادوات اللي انا بستخدمها في ان انا اعمل مايند مابس؟ اول واسهل حاجه انك تجيب اقلام الوان مختلفه وتجيب هايلايترز برضو الوان مختلفه، وتبدا ترسم على ورقه A4 المايند مابس اللي انت حابب تعملها، زي المايند ماب دي. دي واحدة من المايند مابس اللي انا عاملها بشكل بسيط. او ممكن تستخدم الايباد، في كذا ابلكيشن هقول لكم عليهم دلوقتي انا بستخدمهم في ان انا اعمل مايند مابس، وده له مميزات وده له مميزات. الورق افيشنت اكتر واسرع، ووقت الزنقات بلجأ له، انما لو فاضي وعندي متسع من الوقت فانا ممكن اعمل على الايباد المايند مابس بتاعتي، بحيث انها طلع شكلها احلى. وبرضو عندنا في ابلكيشن اسمه فري فورم على الايباد، بيديك كانفاس متراميه الاطراف ما بتنتهيش، يعني مهما تكتب ما فيش نهايه، فده بيديك حريه انك تفرش المايند ماب براحتك، مفيش حدود ورقيه للمايند ماب، ده بيديني حريه اكتر شويه. او بشتغل على ابلكيشن جود نوتس، وده برضو ابلكيشن حلو جدا، استخدامه سهل وبسيط، كان معاك كتاب حرفيا بس على الايباد. ومن كتر ما المايند مابس مفيده وبتساعدك على ان انت تلينك حاجات كتير ببعض وتوصل لاستنتاجات كويسه جدا، انا بستخدمها في حاجات كتير جدا في حياتي غير المذاكره. يعني بستخدمها في البيزنس بلانز، في تخطيط لفيديوهات في القناه، في ان انا اخطط خطوات جايه مثلا مهمه في حياتي او كده. ولو مثلا عايز تعمل بيزنس واستخدمت المايند ماب في البيزنس، فهتلاقي ليها فوائد كتير جدا في ان انت تعرف تلينك الكاستمرز بالداتا اللي عندك، وهتطلع منها فوائد كتير جدا حرفيا. وعشان كده انا قررت اعمل عنها فيديو تفصيلي شويه وطويل شويه، لكن ان شاء الله يكون مفيد. وزي ما وعدتكم المفاجاه اللي في اخر الفيديو، ان انا جمعت كل المايند مابس اللي انا استخدمتها في اليو اس ام لي ستيب 1 وحطيتهم على جروبنا على التليجرام، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. ولو انت عندك مشكله في قوه التحمل وما بتقدرش تنجز كتير في المذاكره وما بتقدرش تقعد على الكتاب فترات طويله بحيث ان انت تخلص كل اللي وراك، فانا كنت عامل فيديو مخصوص عن ازاي تنمي مهاره الالتزام عندك وتزيد من قوه تحملك، هتلاقي الفيديو ده هنا، فانصحك ان انت تشوفه هيفيدك كتير جدا.